حقيقة يعني الحمد لله رب العالمين. أول نشكر ربي على هذا الانتصار، هذا التوفيق بيد ربي سبحانه. ولكن بصراحة اليوم برافو لجوار اللاعبين اللي لعبوا بقلب كبير. اليوم كان المهم أن 3 نقاط مهما كانت الطريقة، مهما كان الأداء تاعنا، ولكن اليوم شفنا لعب رجولي. لاعبين اللي كانوا فوق الميدان كانوا عندهم إن فولونتي بور غاني اليوم. الحمد لله ربي وفقنا في الاخير. ولكن اليوم انا نتكلم، اليوم نتكلم على هاد اللاعبين، لان لحد الان اللاعبين اللي يعيشوا في ظروف صعبه جدا، حتى في التدريبات، حتى من كل الجوانب. ولكن اليوم راك تشوف عندهم لوحمه، مجموعه منسجمه، مجموعه اللي حابه تخدم نتائج. اليوم لازم يعني ربي سبحانه اللي على باله ان لازم نوقفوا مع هاد المجموعه هذه، مع هاد الدراري هادو، باش من بعد يعطيونا اكثر ما عندهم.